قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن النصر لن يتحقق على حركة حماس دون القيام بعملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة. وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في القدس أن الضغط العسكري والمرونة في المحادثات سيؤديان إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين. سندخل رفح ونقضي على حماس لسبب واحد بسيط، لا نصر دون دخول رفح ولا نصر دون القضاء على حماس هناك. هذا ويتزامن مع ما كشفه موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن 3 مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بأن واشنطن وتل أبيب ستعقدان اجتماعا افتراضيا عبر الإنترنت اليوم الاثنين لبحث مقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن البديلة لاجتياح بري إسرائيلي محتمل لمدينة رفح جنوب قطاع غزة. وسيبحث الاجتماع البدائل التي يمكنها أن تقلل من العواقب الخطيرة التي قد تخلفها عملية عسكرية في مدينة يسكنها أكثر من 1 مليون شخص. كما نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه من المزمع عقد اجتماع ثان بين الجانبين حضوريا الأسبوع المقبل بشأن البدائل لعملية رفح. يأتي هذا فيما قال المستشفى الذي يعالج فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه واعٍ ويتحدث مع أسرته بعد نجاح عملية الفتق التي أجريت له. وأضاف مركز هداسة الطبي في القدس أن نتنياهو يتعافى بعد الجراحة دون تحديد المدة الزمنية التي سيستغرقها لحين الخروج من المستشفى والعودة لمهامه. تنضم إلينا من القدس مراسلتنا أحلام عثمان. أحلام، نبدأ معك بتصريحات الجيش الإسرائيلي عقب الانسحاب المفاجئ من مستشفى الشفاء وكذلك الحديث عن فرص العودة إليه. بالفعل الجيش الإسرائيلي في ساعات الصباح الباكر بدأ بالانسحاب من مستشفى الشفاء وأيضا في محيطه بعد عملية استمرت لمدة 2 أسبوع، وكانت هذه العملية بدأت بصورة مفاجئة. التأكيد يأتي من قبل الجيش الإسرائيلي بإعلان رسمي بأن القوات انسحبت من هذا المكان، إن كان من قوات البحرية الإسرائيلية الشيات 13 وكذلك الأمر من قوات نحل وغيرها من قوات الجيش الإسرائيلي التي نشطت خلال 2 أسبوع في مستشفى الشفاء وأيضا في محيطه. وهم يقولون بأنه تم اعتقال ما يزيد عن 500 معتقل من حركة حماس وأيضا من الجهاد الإسلامي، والكثير منهم هم من القيادات والمسؤولين في كلتا الحركتين يتواجدون في الجانب الإسرائيلي من أجل التحقيقات معهم. إلى جانب من ذلك أيضا هم يتحدثون عن مقتل ما يزيد من 200 شخص ومقاتل من حركة حماس أو من الجهاد الإسلامي تم قتلهم خلال هذه العملية. وبالتالي أيضا كانت هناك التصريحات من قبل هيرتسي هاليفي رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الذي تحدث بأن هذه العملية أتت مفاجئة وأيضا توصل من خلالها إلى العديد من الأهداف والإنجازات. نعم، بالمقابل أحلام كان هناك تصريحات لنتنياهو تؤكد اجتياح رفح مقابل ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية مؤخرا عن انفتاح أكبر من قبل نتنياهو حول هذا الملف. هيئة البث الإسرائيلية وفقا لما جاء عنها بأنه تم إعطاء مزيد من الصلاحيات للوفد المفاوض برئاسة رئيس الموساد الإسرائيلي دادي برنيع، وإلى جانب دادي برنيع أيضا هناك مسؤولين من الشباك الإسرائيلي الذين يتواجدون في القاهرة من أجل استئناف هذه المفاوضات تحديدا في البند المتعلق بعودة النازحين الغزيين من مدينة رفح إلى مناطق أخرى تحديدا إلى المناطق الشمالية، وهذا كان مطلب من حركة حماس. يبدو بأن إسرائيل تعطي بعض من الليونة في هذا البند، وهذا لما جاء في هيئة البث الإسرائيلية. ولكن وفق تصريحات بنيامين نتنياهو فإنه يعتبر الانسحاب للجيش الإسرائيلي من الممر الآمن أو الممر الإنساني الذي يفصل ما بين شمال القطاع وجنوب القطاع وكذلك الأمر عودة النازحين دون أن يكون هناك
هناك رقابة أمنية من شأنه أن يكون لديه العديد من التداعيات ومن ضمنها تداعيات أمنية. لذلك من غير المعروف ما مدى هذه الصلاحيات التي تم إعطائها إلى الوفد الإسرائيلي المفاوض. وفي جانب هذا وفي سياق أيضا المفاوضات، يقول بنيامين نتنياهو بأن العملية عملية اجتياح مدينة رفح هي يجب أن تحصل، وهذا من ضمنه سوف يؤدي إلى الانتصار لإسرائيل والقضاء على حركة حماس. لذلك هو يعتقد بأن الضغط العسكري من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق أو لاستعادة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين. بالتزامن أحلام مع كل هذه التحركات والتصريحات كذلك الإسرائيلية، هناك مظاهرات تجوب مدن ومناطق مختلفة في إسرائيل، بماذا يطالب المتظاهرون؟ بالنسبة للمتظاهرون الإسرائيليون الذين يخرجون في هذه المظاهرات، هذا ما شهدناه ليلة أمس وفي مدينة تل أبيب وفي مدينة القدس، واليوم تستمر هذه الاحتجاجات تحديدا في محيط الكنيسة الإسرائيلي. من ضمن هذه الفئات المتظاهرة هناك من يطالبون بانتخابات مبكرة والإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتفكيك هذه الحكومة والبحث عن حكومة جديدة، وهذا أيضا يتوافق مع مطلب يائير لابيد رئيس المعارضة الإسرائيلي. إلى جانب من ذلك هناك أيضا الفئات التي تطالب بأن يكون هناك صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، تحديدا بأن هذه المظاهرات تخرج بقيادة ذوي الأسرى والمحتجزين. وأيضا هناك الذين يطالبون بعدم خروج الكنيسة الإسرائيلي إلى العطلة، وهي العطلة للربيع، وتحديدا بأن البلاد تعيش حالة حرب. شكرا جزيلا لك على كافة هذه المعطيات والتفاصيل. كنت معنا مباشرة من القدس مراسلتنا أحلام عثمان.